أمطار الخير بمدينة زايو، تبارك الله. شتي ورائع، الحمد لله الذي أغاثنا والذي أحيا الأرض بعد مماتها. أمطار الخير بمدينة زايو، تساقطات مطرية وأمطار مهمة تشهدها المدينة صبيحة هذا اليوم. أجواء رائعة، الحمد لله. يعني التساقطات سقطت بكمية وافرة، تبارك الله، هذا الصباح، وأحيت الأمل عند الفلاحين بعد تأخر في التساقطات، الحمد لله. إذا التساقطات غزيرة جدا، الحمد لله، تبارك الله. وبعد قنوط واليأس عند فلاحين استبشر خيرا هؤلاء في الظرفية الأخيرة وفي الآونة الأخيرة، الحمد لله. تساقطات مطرية والفرحة عند فلاحي المنطقة الشرقية. إذا كما تشاهدون أحبابي وأصدقائي، المنطقة ككل، إقليم الناظور، يشهد في هذه الآونة تساقطات في جبال كبدانة وفي منطقة صبرا وبوعرق والعديد من المناطق الفلاحية. إذا شوفوا الخير، الحمد لله. غزارة الأمطار تفرح القلوب وتحيي النفوس. وسبحان الله، هذه الجهة كانوا قنطوا الفلاحة، وأخيرا الحمد لله في الآونة الأخيرة في شهر رمضان المبارك المعظم، الشهر الفضيل، شهدت تساقطات المطرية بغزارة. إذا الحمد لله، شوفوا الشوارع ملئت كذلك بالمياه المطرية، شوفوا، نشوفوا عن قرب، شوفوا شارع الزلاقة في مدينة زايو، الحمد لله. الحمد لله، نتمناو من المصالح الجماعية يقوموا بالواجب ديالهم باش يسرحوا هذه المسائل هنايا على مستوى الشارع. واستبشر الفلاحين خيرا بهذه التساقطات، يعني وخضرت السهول وكذلك الجبال بفضل الله.